فضيت شيخ عبد العزيز يسأل عن لعبة انتشرت وهي أحيانا إلكترونية تكون بعوض وأحيانا تكون بدون عوض، وذكر لنا استدراك على فتوى ذكرتموها وكنت قد بيّنت ذلك لكن خفي عليه، أنه إذا كانت بعوض فهي من الميسر وهي محرمة. اسم هذه اللعبة فضيلة الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبق الحديث عن حكم هذه اللعبة، لعبة لود ستار، وما كان مماثلا لها، وذكرت أن الأصل هو الجواز بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يكون فيها عوض مالي، والشرط الثاني ألا تلهي عن واجب، والشرط الثالث ألا توقع في محرم، وأنها ليست هي لعبة النرد التي ورد ذمها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، رواه مسلم. فلعبة النردشير هذه لعبة قديمة انتقلت للمجتمعات الإسلامية في ذلك الزمن عن طريق الفرس، ولهم فيها معتقدات تتفق مع عقيدة الجبر وأمور أخرى، وهي لا تنطبق على هذه اللعبة، إنما تنطبق على لعبة على ما يشبه لعبة الطاولة. وكونها تسمى نردا أو نحو ذلك، الأسماء لا تغير من الحقائق شيئا. والأخ الكريم هو يستدرك يقول أنه قد يكون فيها عوض مالي، ذكرته في الفتوى أنه إذا كان فيها عوض مالي فإنها لا تجوز. أما إذا كان فيها نقد غير حقيقي فهذا ليس مالا، أحيانا يوضع فيها نقد غير حقيقي وهذا ليس مالا. بعض الإخوة أيضا يقول أنها قد تفضي للعداوة والبغضاء أو كذا، نحن ذكرنا أيضا شرطا آخر ألا توقع في محرم. بعضهم يقول أنها قد تصد عن الصلاة، ذكرنا شرطا آخر قلنا ألا تصد عن واجب. فكل هذه ذكرناها في الشروط. نعم. التحليل والتحريم إلى الله عز وجل. نعم. ليس للإنسان، المفتي إنما يذكر ما ظهر له من حكم الله ورسوله، وقد يصيب وقد يخطئ، لكن بعض الإخوة يحاول انتزاع فتوى بالتحريم. نعم. يعني كما يعني لاحظنا من سؤال الأخ وغيره، وربما تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام. صحيح. لأن تحريم الحلال ناقل عن الأصل وهو الإباحة والبراءة الأصلية وبراءة الذمة، بل إنك إذا تأملت سورة المائدة سورة الأنعام تجد الذم لمن حرم ما أحل الله. اقرأ سورة المائدة: ما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا وصية ولا حام، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل، وقل من حرم زينة، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد. تجد آيات كثيرة فيها التشنيع على من حرم ما أحل الله وما أباح الله. فتحريم الحلال مثل تحليل الحرام، ولذلك فأقول إن يعني هذه الألعاب إذا تحققت في هذه الشروط الثلاثة فلا بأس بها. بقي أن يقال هل ينطبق عليها النرد؟ لا ينطبق عليها النرد، إنما النرد لعبة قديمة ولا تنطبق على هذه الألعاب، وإنما تنطبق على لعبة شبيهة بلعبة الطاولة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.